علاء صادق بيتكلم عن مرتضى منصور وخالد الغندور بسبب ما حدث منهم بالأمس على القناة وخروجهم، يعني مش عايزين يغيبوا عن الشاشة، بيحبوا الشاشة. مرتضى منصور كان طلع يقول لك كنت واقف 3 شهور من الهيئة الوطنية للإعلام وبعد كده كبرت دماغي لأني ما بحبش أظهر على الشاشة، لكن مجرد إنهم يعني توقف على قناة المحور عن حق وعن حقيقة، واللي يقول غير كده يبقى بني آدم مع احترامي ليه تفكيره على قده، يعني مع كم السب والقذف والشتيمه واللي واللي، وتطلع تقول لي النهارده اللي انا اشتمه يبقى يلجأ للقضاء يرفع عليا قضيه سب وقذف. يا عم انا ماليش في قصه القضايا، وليه تشتمني من الاساس؟ طب ما معاك اي حاجه تقولها بدل ما تطلع وتهاجمني وتشتمني، ما تطلع عن نيابه. هو التلفزيون معمول علشان نعلم ولادنا قله الادب؟ يعني ايه يعني ايه يعني قمه البتاع، حاجات غريبه. طالعين امبارح كانوا يقول لك ايه يعني لما لو اتكلمت مش في حاجه اسمها سب وقذف بيروح يرفع عليا قضيه. انت بقى ابني قاعد بيتفرج، بنتي قاعده بتتفرج، حد بيتفرج يشوف كلامك واسلوبك وطريقتك، يبقى ده احتعال بتصدر لاولادنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا ايه بقى رحت قدام المحكمه قدام القاضي وقدام مش عارف 10 15 واحد كسبت القضيه، ممكن تتنشر في الجرايد ما تتنشرش في الجرايد ما حدش يعرف عنها حاجه، لكن انت قاعد قدام كام مليون واحد وعمال تشتم فيا، هو ده العدل اللي انت بتطالب بيه؟ ايه التفكير والكلام ده كله؟ وطلع يقول لك انتصار علشان مش عارف انتصار. يا جماعه اللي بيحصل ده صح؟ اللي بيحصل من اهانات وسب وقذف ده صح؟ زي واحد جاي بيكلمني مثلا او باعت لي بيقول لي بلاش خليك بلاش نفاق انت منافق، اتكلم عن المشاكل هنا والمشاكل هنا بالنسبه للاهلي والنسبه للنادي الزمالك. انا لما اتكلمت عن واقعه محدده، خالد الغندور طلع اتكلم وقال قناه النادي الزمالك او قناه النادي الاهلي ما بتتوقفش ليه؟ قناه النادي الاهلي فيها فتنه وبتبث التعصب، وقناه النادي الاهلي طلعت وقالت كده، قال بنفس النص، قال ان قناه النادي الاهلي في برامجها او احد برامجها طلعوا وقالوا ان طارق حامد بياخد منشطات. انا طلعت واتحديت اي واحد من جمهور نادي الزمالك او اي واحد اعلامي في نادي الزمالك يطلع يقول لي او يجيب لي فيديو او صوت فيه اي حد من قناه النادي الاهلي قالوا ان طارق حامد بياخد منشطات، يجيب لي مقطع يقول لي مش عارف ايه. طب ما تقول يا عم انت بتتكلم انا منافق ولا مش منافق، انت بتلعب منافق. طب ما اليوتيوب قدامك، خش واعمل سيرش وشوف لي الفيديو ده فين، يعني طلع لي الفيديو ده اللي هو بيقول لك خالد غندور قاله، يجيبه لي يقول لي طارق حامد خد منشطات او لاعب نادي الزمالك بياخد منشطات، حد يقول لي كده؟ ما انت تطلعش بقى تهاجمني تقول لي مش عارف ايه، بدل ما تهاجمني اتكلم عن رئيس النادي وعن المقدمين البرامج والضيوف اللي البرنامج بيقدمها اللي انتوا بتتكلموا وطالعين به السما ده. لا هاجم قول له كده عيب، اتكلم بمهنيه، خلينا في الرياضه، بلاش نتعرض لاشخاص، بلاش نسب اشخاص، بلاش نهاجم اشخاص. وامبارح طلع يقول لك احنا مالناش علاقه بالنادي الاهلي، طب واحنا عملنا ايه؟ احد اسمه الشرقاوي ولا يقول لك احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا زي ما النادي الاهلي بيعمل وزي قناه اون سبورت ما بتعمل. قناة اون سبورت القناة مش فئوية، لا هي اهلي ولا هي زمالك، بيجيب واتكلم عن قناة اون سبورت، قال لك قناة اون سبورت ما بيجيب بعد الماتش المحلل ويحلل ويقول لك والناقد واللي بتاع الاستوديو التحليلي احمد الشناوي ومش احمد الشناوي يتكلم عن المباراة ومش المباراة والكلام ده كله. اولا وقال لك قناة الاهلي بتعمل كده، اولا قناة الاهلي لما بتعمل استوديو وبتحلل لماتشاتها هي مش ماتشات نادي الزمالك، يعني قناة الاهلي هتجيب ماتشات نادي الزمالك وتقعد تحلل؟ ما فيش الكلام ده. يعني يوم ماتش بيلعب مثلا قبل الماتش او بعد الماتش قناتنا لا مش حق في بس الدوري، يعني يوم الماتش او بعد الماتش او في افريقيا مثلا بيقعدوا يحللوا ويتكلموا عن التحكيم والكلام ده كله في ماتشات النادي الاهلي الخاصه بيهم، ما بيقطعوش في نادي الزمالك، ما بيتكلموش في اخطاء التحكيميه اللي اتحسبت لنادي الزمالك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بالنسبه للاستوديو التحليلي ما بيقولوش جملوا كذا او بيجيبوا اخطاء تحكيميه للحكم، الحكم ما حسب ديت للاهلي، لا ده بيقول لك الحكم ده ما حسبش دي ليه، ما عملش دي، المفروض دي كانت فاول، دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، دي كان احمد الشناوي اللي عملها مع شوبير المره اللي فاتت استوديو التحليل بتاع نادي الزمالك والموجودين اللي هو بيتكلموا بيه وبيستشهدوا عنه. النهارده استوديو التحليل بتاع نادي الزمالك موجود فيه مين؟ مش موجود فيه اهلاويه يتكلموا فيه، احمد شوبير مقدم البرنامج، يعتبره سيف زاهر، يعتبره اي حد، احمد شوبير اللي كان بيقدم البرنامج ومع ايمن يونس ومحمد ابو العيله، اثنين لعيبه في نادي الزمالك، وفي كان عبد الظاهر السقا، واخدين بال حضراتكم اتكلموا عن ما تحقلبليش حقيقي وتكذب وتقولي الاهلي بيعمل زي الزمالك عشان تبرر غلط
والناس اللي قاعدين من زي ما قلت لحضراتكم كلهم ماشيين على نفس الموجه، متظبطين على نفس الموجه، محدش بيعترض، حد بيتكلم مش عارف ايه. حاجات غريبه. وامبارح يتكلم يقول لك النادي الاهلي كسب او بيكسب من ما بقاش بيتعادل ولا بيخسر من وقت ما شوبير بقى نائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. انت بتتهم هنا شوبير ان هو بيزور او بيختار حكام او يوجه حكام، ادي اتهام. الاتهام الثاني يقول لك بنتهم عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام باهدار المال العام، لانه مش عارف فيه 30 مليون جنيه مخصصين لتجهيز الحكام والكلام ده كله، واخدين بال حضراتكم، فالحكام حالتهم في النازل. ادي اتهمت عصام عبد الفتاح واحمد شوير. اما بقى بالنسبه للنقد الرياضي الدكتور علاء صادق، النقد الرياضي الدكتور علاء صادق اتكلم من خلال صفحته الرسميه على موقع تدانات القصيره تويتر عن مباراه النادي الاهلي وكارتاج التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا للكره الطايره للسيدات، واتكلم عن موقف الجمهور وموقف الاداره. الصوره موجوده يا جماعه، الصوره بتاعت اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والخطيب. شوفوا رانيا علواني بتعمل رفع ايديها بكل حده، وكل وشها عامل ازاي وهي بتشاور، يعني مش زي ما بيقولوا بقى مأجرين ناس، وهم بقى القصه بتاعتهم بندعي الجماهير او لسه ناخد القرار، الجماهير يجي الاستاد في ملعب نادي الزمالك ويشتموا ويعملوا ونشوف والكلام ده كله. كل شويه احنا ما بنستقويش بالجماهير، امال لما تقول لي تجيب لي مرتضى منصور في وسط بتاع المؤتمر الانتخابي ايام مجلس الشعب وتجيب لي 50,000 وتقول احنا دول بقى لو جوهم مولاد تاني يقول لك هم جايين يوم الخميس. ده انتوا عايزين تخربوا البلد، ده انتوا عايزين تخربوا البلد، مش قصه نادي الزمالك، ده لا في لا وعي ولا تفكير ولا فهم ولا ولا ولا. تهيبوا ايه؟ عارفين ان نادي الزمالك، معلش نادي الزمالك عدده كبير، جماهير نادي الزمالك ولها الاحترام والتقدير المحترم منهم، انما المش محترم ملوش اي احترام ولا له تقدير. احنا بنتكلم عن الناس المحترمه من جماهير نادي الزمالك، والجماهير المحترمه مش عاجبها اللي انتوا بتعملوه ومش هتمشي وراكم ولا هيخربوا البلد. وتقول لي احنا مش بندعو الوقفات، لو النبي او الكلام اللي من تحت لتحت ده ايه؟ بتشحن الجمهور من تحت لتحت ده ايه؟ في دوله وفي دوله شايفه هي اللي تتعامل معاكم بقى. الجمهور علاء صادق علا وقال الجمهور 9 من 10، بيدي درجات لكل من الجمهور ومجلس الاداره. الجمهور 9 من 10 والاداره 10 على 10. موقفان رائعان في نهائي الطائره الافريقيه للسيدات. المدرجات مكتظه على اخرها باكثر من 5,000 عاشق للاهلي. رد فعل سريع وغاضب من كل اعضاء مجلس الاداره واشارات حازمه اوقفت هتافات عدائيه لا داعي له من الجماهير ضد الشخص الكاره الحاقد على الاهلي، كلنا عارفين هو مين. لكن هنا اتكلم بيقول لك ايه؟ رد فعل سريع وغاضب من كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. امبارح جايب لي مرتضى منصور واقف بيتكلم زي ما قلت لحضراتكم ويقول لهم هتسكتوا ولا اطلعكم بره؟ يعني طلعهم ما طلعهمش. هنا كل مجلس اداره النادي الاهلي كلهم قالوا لهم كفايه، وفي نفس الوقت الجماهير استجابت وغيرت وهتفت لاعيبه النادي لاعيبات النادي الاهلي. يقول لك شفتوا مش عايزين فيلم هندي ومش عارف ايه بتعمل لك ايه، ويقفل في الباب عليه بالترابيس وقدام الناس يعمل لي شجيع السن. ايه الكلام ده؟ عيب عيب. واضاف علاء صادق وقال كلامه بقى عن خالد الغندور وطريقه خالد الغندور في اداره البرنامج او تقديم البرنامج، واتكلم وقال خالد الغندور من اكثر لاعبي الزمالك اشتراكا في المباريات وتحقيقا للبطولات. دي حقيقه، لكن لم يحقق حب الجمهور، ودي حقيقه برضه. يعني خالد الغندور كجماهيريا ما عندوش قبول، لذلك ما بيستمرش كتير في البرامج، ممكن يشتغل في برنامج شهر اتنين لظروفه بقى، لطريقه كلامه وحظه السيء، اوقات القنوات بتقفل وطريقه عرضه تهيجه للناس فما بيستمرش. قال لك لكن لم يحقق حب الجمهور مثل فاروق جعفر وحسن شحاته وابراهيم يوسف وحازم امام وميدو وتوأم حسام وابراهيم، توأم حسام وابراهيم، حب جماهير نادي الزمالك اكثر من راجل لعب نادي الزمالك. حسام وابراهيم لعبوا النادي الاهلي ولعبوا نادي الزمالك. وشيكابالا السبب انه قام بدور الخادم في كل المباريات التي لعبها للابيض، لكن اليوم يكرر نفس الخطا ولكن كخادم لمرتا في نقل الكراهيه والاكاذيب والتزوير عبر الشاشات. مش واقعي ومش منطقي، ما بتكلمش في حقايق. يعني حتى والله انا يعني في بعض الناس زي مثلا امبارح طارق يحيى، مش هقول ان طارق يحيى حقاني قوي يعني 100%، لكن طارق يحيى وهو بيتكلم امبارح تحس ان هو ما بيجي يتكلموا في هجوم سامي الشيشيني، سامي الشيشيني برضه سامي الشيشيني وطارق يحيى بيجي يتكلموا في هجوم ما بيحاولوش يخشوا في المهاترات دي، يسيبوا خالد غندور الكلام يجي الكلام عندهم، يروحوا داخلين مثلا الكلام في الكوره في فريق الكوره بتاعهم، وده حقهم ولهم كل الاحترام واحنا بنحترمه، حقك تتكلم عن فريق الكوره. جماهير النادي الاهلي ما بتهاجمش واحد لشخصه او جماهير، لا بتهاجمه عشان انت بتهاجمني. يعني ليه احنا بنفرز نقول اشمعنى فلان وده بيتكلم كويس وده ما بيتكلمش كويس؟
بيتكلمش كويس. ما هو لعيب نادي الزمالك فيهم كتير وناس محترمه، لكن يخش في المهاترات ده يقول لك لا ماليش في الكلام ده. خالد الغندور بقى بدا يبث روح التعصب والبتاع، وزي ما نفس ماشي على نفس الموجه بتاعت مرتضى منصور، واحنا مضطهدين اشمعنى مش عارف ايه، شايفين بس كبرامج الزمالك، شايف مش كده، ده انت المفروض راجل يعني بتاع نادي الزمالك وزي ما خدت بطولات يعني. اخر تدوينه لعلاء صادق بخصوص مرتضى منصور علق وقال: مرتضى منصور اكبر مزور في تاريخ مصر في كل شيء. هنا علاء صادق بيوجه اتهام صريح ومباشر ويقول لك عن مرتضى منصور اكبر مزور في تاريخ مصر في كل شيء. هو بيتكلم بناء يعني، احنا شفنا مؤخرا حاجتين اتنين، يعني موضوع عصام عبد الفتاح انه طالع بيقول ابنه عماد بيلعب في اكاديميات النادي الاهلي، عصام عبد الفتاح طلع قال لك ده بيزور الحقيقه، ابني اسمه محمد، ما عنديش ابن اسمه عماد، وابني بيشتغل في مركز او بيلعب في مركز شباب باب الشعريه، اكاديميه اسمها بورتو في باب الشعريه. والحاجه الثانيه موضوع هشام حطب واللجنه الاولمبيه لما رفع عليهم قضيه او اتهمهم بالاساءه للهيئات، هيئه الرئاسه والجيش والمؤسسات الدوله وعلي عبد العال والبرلمان، اتهمهم باتهامات هو وحسن مصطفى، وفي نفس الوقت النيابه العامه حققت وقالت ان الكلام ده ليس له اساس من الصحه، واللجنه الاولمبيه طلعت بيان قالت ان مرتضى منصور بيزور او زور الجوابات او الخطابات اللي تم توجيه النيابه العامه لاتهامهم. يعني في واقعتين اهو، عصام فتاح وهشام حطب، تزوير على حد من جماهير نادي الزمالك طلع لا، ومستمر في موضوع هشام حطب والاساءه لهشام حطب وحسن مصطفى. طب حد من جماهير نادي الزمالك سال نفسه اللحظات ليه ان هو زور وكذب في موضوع عصام عبد الفتاح؟ حقيقه الراجل بيقول ما عنديش واحد اسمه عماد ابن اسمه محمد، حد وقف لحظات يقول لك الراجل ده كذاب او الراجل ده زور؟ ما فيش ولا واحد اتكلم ولولا لحظات من جماهير نادي الزمالك. قال لك بقى تزويره ده هل استغلها ليحقق البطولات لفريقه خلال رئاسته؟ هنا بيتساءل وبيوجه علامه استفهام، قال لك خلاص مرتضى منصور مزور ومش عارف ايه والكلام ده كله، لكن بيسال هنا هل بقى استغل التزوير ده واسلوبه وطريقته ده في تحقيق الزمالك؟ الزمالك خد دوري وخد كاس الفترات اللي فاتت، هل مرتضى منصور استغل اسلوبه ده في حصول نادي الزمالك؟ وبعدين ما هو حجم التزوير والرشاوي ده على حسب او حد قول لعلاء صادق، ما هو حجم التزوير والرشاوي الذي نفذه لتحقيق تلك البطولات؟ يعني ممكن يكون بيسال هل الزمالك خدها بحقه ولا دفع رشاوي علشان ياخد البطولات دي؟ مشكله احنا برضو انا مش واحد، انا واحد ناس مش مع الفكره دي، فكره بتاعه المؤامره وان هم يعملوا، لا في بعض الاحيان الزمالك كان له حق، ما هو مش هيقعد يعني 10 15 يعني ياخد كل 10 سنين مثلا دوري ولا كاس ولا بتاع، مفيش مشكله يعني. انا ضد فكره علاء صادق ان الرشاوي، مش همشي بنفس فكر مرتضى منصور او نفس فكر معظم الزملكاويه المؤامره والكلام ده، لو مشينا مش هنخلص. لا، مشكله الجميع بمن تضرر من التزوير خوفهم من المطالبه بحقوقه، سقوطه بات وشيكا، بيتوقع علاء صادق هنا بقى سقوطه بات وشيكا وسيفتح الابواب للمتضررين لرفع اصواتهم واستعاده بطولاتهم. هنشوف الايام اللي جايه هيحصل فيها ايه، لكن انا بقول لحضراتكم انا ضد فكره ان اتهام الجهات مؤسسات اللي بتدير او بتنظم اللعبه ان هو خدوا رشوه او خدوا الكلام ده كله او زوروا لصالح نادي الزمالك، لكن انا بقول السنه دي ليه؟ بسبب رد الفعل والارهاب اللي بيتعرض ليه الحكام واتحاد الكره من مرتضى منصور، لدرجه امبارح بيقول لك فيه تسهيلات وسيدات في القصه وثلاث ارباعهم لازم يمشي. ما نشوف رد فعل اتحاد الكوره اللي كان اداهم مهله 48 ساعه علشان يرفعوا العقوبه ال 200,000 جنيه ويلغوا لجنه الانضباط دي، حالته للجنه الانضباط. هنشوف رد فعل اتحاد الكوره هيكون ايه، ومنتظرين نشوف ونسمع اخبار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.